قالوا بينا نقول مقادير السمسميه واللي عندنا النهارده والفستقيه، تقدري تعملي بقى السوداني، وتقدري تعملي الكاجو، وتقدري تعملي عين الجمل، تقدري تعملي اي نوع مكسرات انت بتحبيه بنفس الطريقه، الحمص، كله بنفس المقادير وبنفس الطريقه. تعالوا نقول مقادير. طب يلا بينا هننزل بالمقادير. كوبايتين من السمسم المحمص، لازم يكون محمص. عندنا كمان كوبايتين من الفستق المحمص. هنحتاج لهم ايه بقى؟ هنحتاج لهم كوبايتين سكر بمعدل ايه؟ كوبايتين سمسم ياخدوا كوبايه سكر، تمام؟ كل كوبايتين مكسرات بياخدوا على طول كوبايه سكر ومعلقه عسل. حلو الكلام؟ انا هعمل برضو الشربات مع بعضه، تمام؟ ويلا بينا نشتغل. هنشتغل النهارده بكوبايتين سمسم وكوبايتين فستق. هنحتاج لهم ايه؟ كوبايتين سكر، معلقتين كبار من عصير الليمون، معلقه صغيره من الفانيليا، ذره بسيطه من الملح، معلقه صغيره او رشه صغيره على طرف المعلقه، يعني حوالي ربع معلقه صغيره من البيكنج صودا. البيكنج صودا اللي هي الكربونات او البيكربونات، تمام؟ عندنا كمان معلقتين كبار من العسل الابيض، وثلاث ارباع كوبايه ميه، نص كوبايه زيت. الزيت ده علشان ندهن بيه، مش كده؟ نص كوباية زيت بحالها ليه؟ هو زيت بس عشان ندهن بيه، تمام؟ شيل نص كوباية الزيت ده. مقادير عندنا برضو مشتغلين بكوبايتين سمسم وكوبايتين فستق. تقدري تغيريهم سمسم وحمص، سمسم واللي انتوا بتحبوهم بقى، سوداني وبندق، زي ما انتوا عايزين. تعالوا بينا نبتدي نحط الشربات او العسل بتاعنا على النار. هنا بقى العسل اللي احنا هنعمله دلوقتي للسمسمية والفستقية مختلف تماما عن اللي احنا عملناه للذيذة. نجيب بس الحلة كده، بسم الله. ولو عندنا ووك هيبقى احسن. الووكات راحت فين؟ طب يلا تمام. عندنا بقى السكر، هناخد السكر وهناخد الميه. هتلاحظوا هنا مفيش عسل جلوكوز، ولو فيه يبقى الكل برضو كوبايه سكر معلقه واحده بس، تمام؟ غير الوصفه اللي قبليها كان كميه العسل الجلوكوز كتير. ليه بقى؟ لان العسل الجلوكوز بيدي طراوه للعسل، للعسل اللي احنا بنقلب فيه المكونات بتاعتنا، فاحنا هنا كنا عايزينه يفضل طري. اما في العلف او في السمسميه والحمصيه والحاجات دي بنحتاجه يبقى مقرمش، علشان كده مش هنضيف عسل جلوكوز كتير. زي ما قلنا هي معلقه على كل كوبايه سكر. هحط دلوقتي كمان العسل. اه بالظبط، هنا حاطين لكوبايتين السكر معلقتين من عسل النحل. نقدر نستبدلهم بمعلقتين عسل جلوكوز، تمام؟ وتعالوا بينا نقلب بقى. وزي ما قلنا المره اللي فاتت، حاولي وانت بتقلبي السكر مع الميه والعسل ما تجيبيش فتافيت السكر او بلورات السكر على جوانب الحله، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ضروري جدا نحافظ ان السكر ما يجيش في اركان الحله. عايزه انقل يلا. واحنا بنشتري السمسم، واحنا بنشتري الحمص، واحنا بنشتري السوداني، واحنا بنشتري اي مكسرات هنعملها علف زي ما بنقول عليه، لازم تختاري حاجه كويسه جدا طازه وفرش. ما ينفعش اجيب مكسرات قديمه واشتغل بيها، مكسرات مرطبه واشتغل بيها، كل ده بيفرق جدا جدا في الطعم النهائي. فلازم الحاجه تبقى طازه جدا، الحاجه تبقى نقول عليها ايه، متحمصه كده وطعمها حلو، مش معطنه، مش قديمه، مش مركونه من السنه اللي فاتت، لان ده بيفرق جدا جدا. معانا بقى في التحميص كمان، هبتدي احط السمسم واحط الفستق في صواني وادخلهم برده
الفرن على درجة حرارة هادية جدا، علشان لو فيهم أي رطوبة تطلع منهم ويبقوا مقرمشين بزيادة، بحيث إن أنا لما أجي أكل كده المكسرات أو أجي أكل العلف بعد ما اتعمل ألاقيه بيقرمش معايا، مش مجرد السكر بس اللي مقرمش، لأ كمان المكسرات نفسها لازم تكون بتقرمش، ما تكونش مرطبة. فأنا دلوقتي أحطهم في صواني وأدخلهم الفرن على أقل درجة حرارة حوالي 100 كده، حاطين العسل على النار علشان يبدأ يبقى داخل في الكراميل علشان نعمل بيه السمسمية والفستقية. حطينا السمسم كمان في صينية في الفرن علشان يبتدي يتحمص هو والفستق. تمام، تعالوا بينا نحط بقى الليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حط كمان الفانيليا. ونستنى بقى ايه الكراميل يبتدي ياخد اللون الذهبي الفاتح، ضروري جدا. هنا تسوية الكراميل بتاعنا او العسل بتاعنا مهمة جدا، يعني انا هو نفس المقادير ونفس الطريقة، بس جيت شلته في التوقيت ده ورحت حطيته بقى على السمسم وحطيته على السوداني او اي مكسرات انا هشتغل بيها، وفي الاخر تقولوا الحاجة طلعت طرية طرية علشان العسل ما استويش، فلازم نسويه كويس جدا. هنعرف ازاي ان هو استوى؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. فاضل بس معانا من المكونات احط ذره ملح بسيطه خالص، تمام، ومعايا الكربوناتو او البيكربونات او البيكنج صودا ايا كان المسمى بتاعها عندكم. هخليها بس بعد ما العسل يبتدي ياخد اللون الذهبي، ضروري جدا يبدا ياخد معايا اللون الذهبي، وانا ايديا كده من وقت للتاني بقلبه علشان ما يتلونش مثلا من بره ومن جوه يفضل لسه ابيض. تمام، واخدين بالكم؟ بصوا معايا كده بدا خلاص العسل او الكراميل على النار، بصوا بدا ياخد لون ايه، عامل ازاي لونه بقى ذهبي على طول. دلوقتي لما وصل للون ده احط البيكربونات واقلب. طيب فايدتها ايه بقى الكربونات وبتعمل ايه؟ بتخلي العسل هش، ما يلزقش ويمضغ في سنانا ويمسك فيها، بيبقى هش خالص. هرفع بقى خالص من على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قلب كويس قوي ونعمل تيست بقى. يلا بينا نعمل تيست كده ونشوف الدنيا اخبارها ايه. واحسوا بقى هتلاقوا السكر هش بيتكسر بسهوله، بصوا بيقرمش ازاي، شايفين؟ تحفه ما شاء الله. كده احنا تمام جدا، السكر قرمش والدنيا بقت تمام. تعالوا نبص على اللي في الفرن بقى اتحمص هو كمان. كنا حاطين السمسم والفستق. الله، سخنوا كده وبقوا حلوين جدا. السخونيه دي هتفيدنا في حاجتين، زي ما قلنا هتطلع الرطوبه من الحاجه، فالحاجه هتبقى مقرمشه اكتر، طعمها حلو اكتر. تاني حاجه هتنفعني لما احط عليها دلوقتي العسل، هيتقلب معايا بكل سهوله. تعالوا بينا بقى نعمل ايه، عايزه كده ووك تاني، لا عشان بس الازاز، او نقلب العسل مع المكسرات في معدن او حاجه بايركس تتحمل معانا الحراره. تعالوا نحط الفستق. بسم الله الرحمن الرحيم. اتحمص والدنيا تمام، وده المطلوب. وناخد الشربات بتاعنا، مش الشربات بقى، العسل بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحطه نص الكمية بس، ونقلب. وبسرعة بسرعة قلبنا خلاص. تعالوا ننزل بقى. بسم الله، لانه على طول بيبتدي بقى ايه يتماسك. عايزين ندهن بقى المعلقه بتاعتنا بالزيت علشان نبدا نفرد بيها. وهو ايه، نخلي بالنا بس هو بقى سخن شويه، هنلبس الجلافز كده
ونتعامل معاه بالراحة واحدة واحدة. ايدك بس عليها خفيف خالص من الزيت علشان يفرد معانا من غير ما يلزق. هيل هنسيبه بقى ايه، انا بحاول اساوي كده عشان يتقطع معايا على طول. هايل جدا، خلاص كده اتفرد كله سمك واحد، ده كده الفستق. جدا واحنا بنعمل الفستقيه والسمسميه ما تسيبيهاش تبرد قبل ما تقطعيها، لازم تقطع وهي لسه سخنه. فهنقطعها كده، ده هي بدات خلاص تجمد، ده دليل على ان الشربات كان استوى كويس او العسل بتاعها كان استوى كويس جدا. بسم الله. الحجم بقى والمقاس زي ما انت عايزه، قطعيها بايتس صغيره كده علشان الولاد ياخدوا ويدوقوا من كل الانواع اللي هتعمليها. بصوا بدات تتماسك، بصوا اهو لسه عاملينه. بسم الله. على الهواء مباشره. حلو جدا. طيب حاضر. بصوا الفستق بدا يتماسك خالص اهو، تمام. طبعا لسه سخن جدا على فكره، ومع ذلك بدا يتماسك وخفيف هش جدا، ما فيهوش سكر كتير وده المطلوب. يعني كل ما هنسيبه يجمد هتلاقي الدنيا بقت مقرمشه اكتر. هايل. نعمل بقى ايه السمسم. جامد ازاي؟ لا ده جامد. المفروض كنا قبل ما نطلع الفاصل نقطعه، هو كده بقى مش مسك تماما. اهو قطعوا لنا السمسميه اهي. بصوا بصوا الحاجه مقرمشه ازاي؟ سامعين صوتها؟ هايله جدا. المكعبات بقى الصغيره دي هتبقى لطيفه جدا جدا للولاد الصغيرين. سامعين الصوت؟ هايل. وادي السمسميه هشه، ويعني عارفين اللي هي مقرمشه كده مش مكتومه في بعضها خالص.